السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من درب الساعي وهي فعالية سنوية تقام في دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني اللي يوافق 18 ديسمبر. طبعا هذه الجولة هي الجولة الثانية في دولة قطر، كما يعني وعدتكم في السابق اني راح اعمل جولات. الجولة الاولى كانت مطار حمد الدولي. طبعا هذه الفعالية هي فعالية سنوية مدتها قرابة اسبوعين او 10 ايام، مو متأكد، بس بين 10 ايام والاسبوعين. في اماكن خاصة لعروض الخيول واماكن اخرى للمأكولات القطرية الشعبية. هذه منطقة خيمة البادية وأمامها بعض الجمال للركوب عليها. طبعا الأطفال يحبون ركوب الجمال والحصن. هذه كلها كشكات لبيع المأكولات الشعبية والحلويات وبعض المشويات، عليها إقبال كبير من الزوار. هذا هو قسم السيارات الكلاسيكية القديمة. البطاطا المقلية اللذيذة بالكاتشب، تحياتي لكم. السلام عليكم، عطني واحد قهوة. شكرا. هذه هي القهوة العربية القطرية الأصيلة.
تحياتي لكم. ها الوسمي، الوسمي القطريه، ايه قهوه الوسمي القطريه. هذه القهوه موجوده متوفره في جمعيه الميره. بعد قليل راح اجرب التمر. تمر لذيذ. شكرا. هذا هو المدخل الرئيسي لدرب الساعي. الدخول مجاني، بس المفروض واحد يحرص على جيته، لان في بعض الاوقات عام وبعض الاوقات للعائلات. مدة الفعالية هي 12 يوم. من قليل قريت عنها بالضبط ان مدتها 12 يوم، تبتدي من تاريخ 9 ديسمبر الى تاريخ 20 ديسمبر. هذه هي أحد وسائل الصيد القديمة في دولة قطر وفي الخليج قديما، وتعرف باسم القرقور، بحيث السمكة تدخل من مدخل ضيق وصغير للغاية وفي الداخل، وصعب انها تطلع، فتكون يعني مصيدة للسمك. طبعا الشباب داخل تناولون وجبة شهية، سندويتشات. بالعافية عليكم. محل خاص لعرض بعض أدوات الصيد ومجسمات صغيرة للسفن الشعبية في دولة قطر. وأشهر السفن في دولة قطر في الماضي هي سفينة تعرف باسم السنبوك. هذه هي أنواع السفن الشعبية قديما في دولة قطر. فعالية درب الساعي تم إقامتها برعاية وزارتي الدفاع والداخلية، ولهذا السبب احنا نلاحظ وجود العديد من الآليات العسكرية كمجسمات ونماذج وسيارات الشرطة والمرور. هذه هي دبابة ألمانية الصنع، وهي صراحة دبابة ضخمة تستخدم في القتال الشرس، ولها رد فعل سريع جدا ومعدل رمي عالي بعيد المدى. طبعا المعلومات هاي اخذتها من لوح الإرشادات اللي موجودة في نفس المنطقة. ضمن اللوحات صراحة لفتت انتباهي هذه اللوحة، لأنها عليها شعار اليوم الوطني، وهو أبشروا بالعز والخير، قالها الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. هذا هو شعار السنة، كل سنة لليوم الوطني في شعار، بيت شعر يعتبر شعار اليوم الوطني. شعار هذه السنة هو أبشروا بالعز والخير.
وهذه لوحة أخرى للأمير الشيخ تميم بن حمد الثاني مع الأمير أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظهم الله. وتحياتي لأشقائنا في دولة الكويت فوق عيننا وراسنا وحبايبنا أنتم. هذا هو علم قطر وهو يتكون من لونين الأبيض والعنابي ويعرف لدينا باللهجة المحلية الأدعم وهو لون الدم. أتمنى هذه الجولة القصيرة في درب الساعي قد نالت إعجابكم. أطلب منكم الدعم لهذه القناة من خلال الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ونشر رابط الفيديو لجميع أصدقائكم وأحبائكم. مني لكم أطيب التمنيات والشكر الجزيل على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسماء وهذه مريم وهذه لولو. شنو عندكم؟ بلونة. زين مريوم ورينا بلونتج. شوفيها. خلينا نشوفها. ايوه. وين بلونتج؟ شنو مرسوم عليها؟ اليوم الحين انا بدرب الساعي والجو وايد برد ووايد عجيب ما شاء الله وكبير و تقريبا كل قطر موجودة مني.